وتجرب عليهم، فكان منهم بيموتوا في أمريكا. إسكس لازم إن تجرب على حد، ما ينفعش الكلام ده كله. كنت أقول برضو اللي هي موضوع السيفلس، كانوا بيجربوا يشوفوا الناتشر بتاع الديزيز على يعني الستيجز بتاعته، وفي وسط الدراسة ما كانت شغالة يعني البنسلين كان ظهر، بس هم امتنعوا ان هم يدوا الستيج بتاعت السيفلس. فين برضو ود اوكي متفقين على النقطة، متفقين ايوه في الناس، فبالتالي we have to overcome regulations in what I believe is actually just being humane. يعني انت عشان تبقى عندك اخلاق تبقى محترم مهما هتسعفك. يعني كل good don't do and bad people always find the way in the laws. اوكي احنا محتاجين ريسيرش، اسال ايه ومحتاج اعمل ادفانسمنت للساينس. اون ذا اذر هاند زي ما الدكتوره قالت فاسي participant is برضو protect yourselves as reason. الكلام ده الحاجات اللي احنا ما بنقلقش عنها منها في مجتمعنا العظيم، ما حدش بيترفع. Okay, next, please. Research is conducted in a way that societies and minimize exploitation. Exploitation of mean. And community. Okay, that. Type. The Tuskegee trials, you know, جدا جدا بقى. دول يا حرام في Alabama. اليو اس بابليك هيلث سيرفيسز، مش تعرفوا ان دي حاجه ليجل تعتبر، يعني يو اس بابليك هيلث سيرفيسز يو امريكان بلاك، يعني هم افريكان امريكان سوري مان، و they were very ان احنا فري ميلز وفري ميديكال where you are suffering from something called bad blood treatment for. يعني عايزاكم تركزوا في كل كلمه. المشكله كانوا 3 9 patients contracted syphilis and 201 ان ال السبينال تابس اللي بيعملوهم اللي بيعملوها دي actually is a treatment. وكانوا بيقولوا لهم ان هما they are receiving bad blood وهما كانوا actually بيشرد. اوكي is this research, is this research في الريسيرش ده ان كان في ريسيزم ان كان اختاروا افرو امريكان بس؟ لا انا فاهم ده حد ذاته، ان انا اقول عايز اشوف مراحل تصور نون ايثيكال ريسيرش. اوكي دعونا نختلف. And it's not research and it's not answering a specific question. الريسيرش ما بيقولش انا عاوز اشوف تطور مراحل المرض او مراحل تطور المرض سوري اوكي بيقول انا عاوز اشوف هنوصل للبوينت دي ازاي، هنوصل لها فين، هنوصل لها بعد قد ايه. يعني it has to be a very specific point.
هو مستني اي حاجه تحصل. لا انا لازم عندي اند بوينت، لازم ابقى متخيله ايه اللي هيحصل. يعني انا مش بجيب الناس واتفرج عليهم. مين هو انت؟ سوري، اكسبلوراتوري ريسيرش. بس انا عشان كده قلت لكم دعونا نختلف، انا ما عنديش مشكله. انا يلا يلا تعالوا نتفرج على الناس العينه دي ونشوف هيحصل فيها ايه. يعني ما كانش عنده معلومات تبني عليها according to what. هو انت اصلا the research بيبتدي بايه يا جماعه؟ observation. ما انت شفت observation، بس انا مش من حقي ان انا اقول هشوف مراحل تطور المرض. يعني اوريدي ما عرفتش اعالجه، مش هشوف واحد مريض واتفرج عليه يعني. اوكي طب ما هو كده. طيب كده، ما هي كده observational research. بس انا كل اللي عملته ان انا كنت non ethical، ان انا ما قلت لهمش انا بعمل ايه، وكذبت عليهم في ان انا كده بعالجهم. بس اكشوال انا كنت بس باخد عينات عشان اشوف المراحل التطور او ظهر عليهم ايه وما ظهرش ايه. بس انا ما يعني ما جبت. وانا بس عايز اتكلم في نقطه rigorous methodology. يعني ما حدش قال ان التوسكيجي ترايلز دي كان ليها rigorous methodology. يعني انا كل اللي قريته عنها كان بيوحي، ويمكن اكون انا عندي قصور في النقطه دي، ممكن اشوف لكم اكتر، بس ان هم كانوا بيتفرجوا على البيشنتس وبياخدوا داتا كل يوم. بس هم ما جابلهمش سيفلس. ممكن مايك يعني هم ما يعني ما عرضوهمش للمرض وبداوا يتفرجوا عليه. لا they did not infect them. طيب تمام. يعني هو يعني الناس مش تمام خالص يا عمرو على فكره. انا اقصد انا اقصد ان هو بس خلينا نركز. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ انا بتكلم على نقطه is it research or not research، مش ethical or non ethical. فاحنا مختلفين. سوري اتفضلي. هو I don't think إن في يعني research مفروض يتعمل عن إنه أنا عاوز أشوف الديزيز هيتطور إزاي. ممكن نشوف على cell lines، I think على animals. ما بنعملش على humans. أيوة سنة. يعني أنا عندي بس comment. يعني بعيداً عن السيفلس خالص، هو لو في أي مرض إحنا ما نعرفش عنه أي حاجة ومش لاقيين له علاج ومش فاهمين هو ماشي إزاي، بس أوريدي أنا عندي كيس واثنين وثلاثة، ما أنا ببقى حطيتهم في المستشفى بديهم أكل وشرب وحاول إن أنا يعني اديهم كونزرفاتيف تريتمنت على قد ما اقدر. ايوه حاول مش هيبقى قدامي ومش يعني مش هستغل فرصه ان انا لا تستغل الفرصه حاجه وان انا يعني اسجل يعني الكلام واشوف اسجل اللي انا شايفه يعني عشان ليتس سي ما هو في كيس ريبورتس يا جماعه. مثلا ممكن اشوف بيشنت وحاجه جديده واول مره اشوفها بدوكيومنتد از ا كيس ريبورت. اتس نوت كونسيدرد ريسيرش بس اتس ان اوبزرفيشن. انما مش بقول انا قصدي بمعنى خلينا مركزين دايما على الهدف من السؤال. الهدف is it research. الريسيرش is ان انا بقول انا عندي العيانين دول كذا وكذا ليهم كرايتيريا كذا، حطهم في الجروب ده وهأوبزرف كذا. بس هأوبزرف ايه؟ ما انا ينفعش اسيبهم يعيوا كده ويتطوروا. لكن انا عندي مثلا بيلي يعني I don't think ان انت ممكن تجيب patients وتحطهم في جروب وتقول هشوف تطور المرض ever. انا ما عنديش اوبشنز. بس هو لما طلع له اوبشن هو ما استخدموش، دي قصه تانية. بس لا هو ما كانش لا مش option. ما عنديش اوبشنز ان يعني ما بتحطهاش از ستادي، ما بتقولش ستادي ان انا هجيبهم واتفرج عليهم. لكن هو كده كده هيقعد في بيته من غير ما حد يعمل له حاجه. انا بدل ما قعدته في البيت قعدته قدامي بس. سوري هو المشكله ان هو عمل اندكشن للديزيز. يعني هو هنا غلط هو هنا غلط غلطتين. لا انت قلت حان. طب يبقى كده الغلطه في ستادي ثانيه اتعملت على سيفلس بيشنتس في جنوب افريقيا وعمل اندكشن. هو ريسيرش بس الفكره الغلطتين. لو هعمل انا اندكشن للديزيز او انا ما عملتش امبروفمنت ما عملتش تريتمنت ما حاولتش اعمل تريتمنت. طيب ده ethics again خلاص دعونا نتفق ألا نتفق. أوكي جميل. تاني حاجة نورنبرغ ترايلز اللي هي اتعملت بالالايد فورسز في الحرب العالمية التانية للنازيز، ودي انتم ممكن تقعدوا تقروا فيها كتير قوي على المحاكمات بتاعتهم. وان there were no code of ethics whatsoever. نقول يعني it's not enough to say that this is inhumane. obviously عشان تعملوا محاكمة وتقولوا انه في قانون لازم يبقى عندنا code of ethics يجرم هذا. Right? Which gives you faith in humanity, doesn't it? Okay, type next, please. Okay, those are the four main principles of research ethics.
ممكن تقرا عمرو اول واحده. What's autonomy? Acknowledge a person's right to make a choice to hold views and to take actions based on personal values and beliefs. دي مشكلتها بقى. ايه مشكلة تفتكروا في حياتنا اليومية كده بنحترم الاوتونومي بتاعة our patients اصلا مش our research participants؟ بيبقى عندنا alternatives بنقول لهم عليها ولا لا؟ عندنا alternatives وبنقول عليها؟ والله انا بحبش اقول في مصر دي عشان انا شايفة ان humanity واحدة. people are unethical everywhere, people are inhumane everywhere, بس هناك ممكن ترفع عليهم قضية. alright. طيب autonomy ان انا اكون بتعامل مع هذا الشخص ده لانه قابل على انه يعني he's autonomous, قادر يفكر لنفسه ويقرر لنفسه ويختار لنفسه. فانا المفروض ان انا بعرفه كل حاجه, بديله كل الاوبشنز وبشرح له. most of the time بنقول مش هيفهمه, لا you're responsible ان هم يفهموا. اوكي okay؟ اللي مش هيفهم ده مش لازم يدخل study خالص. في ناس بنبقى حاسين ان هم they're not aware of the consequences or the risks, inherent risks of the study, so we simply choose not to enroll them. okay, مش هنموت على participants, يعني مش ال humanity اهم من الساينس. okay, ده من وجهة نظري شخصية يعني. طيب justice, مين هيقرا لنا justice؟ treat others equitably, distribute benefits, burdens fairly. Obligation not to inflict harm intentionally. In medical ethics, the physicians, the guiding maximum, maxim is first do no harm. Okay. Justice, ان انا treat others equitably, distribute benefits, burdens fairly. يعني ما يبقاش study شركة أدوية محترمة كده جاية تجرب, وبقول تجرب في دولة من دول العالم الثالث. It's because it's cheaper and it's doable. هم هيجربوا واحنا we will allow them. بس لازم يبقى في justice. ما تجيش على الناس الفقيرة بس. ما تجيش على non-educated people بس. لازم توسع دائرة اختيارك. ما ينفعش انت تاخد كل الداتا اللي انت عاوز تطلع بيها وتسيب الكوميونيتي behind. If you're conducting research, لازم هم كمان يستفيدوا. لازم يبقى في ايه اسمة العدل. اوكي okay? If I'm conducting research على حتة في الأرياف وفقيرة جدا وما فيهاش اي medical center وهحتاج ان انا اشوف الpatients دول, يبقى at least ابني لهم medical center. right? Do I make sense? طيب non-maleficence ان انا do not harm. اللي شبهها شوية بس there are difference is beneficence, is doing good. ما تخلطوش ان انا not to harm, my intention ان انا ما اذيش, دي حاجه يعني انا لازم ابعد اي نوع من انواع الهارم واقلله. on the other hand beneficence ان انا try ان انا افيد my participant. في research studies ما بيبقاش فيها اي نوع من انواع النفع منها هي شخصيا, يعني في الأونكولوجي كلينيكال ترايلز البيشنت لازم يجي ينتفع هو في كلينيكال ترايل لان انا ما عنديش حاجه اقدمها له احسن من اللي انا بجربه, بس هنفعه بان هو there is a potential ان هو يشفى. Do you understand me? okay. لكن فكره ان انا كمان ابعد عنه الهارم, ابعد عنه اي هارم بان انا احاول اقلل اي ريسك في الستدي ممكن تكون هارمفل. okay. هو اي ستادي لازم تبقى بتزود النوليدج, هي اصلا مش هتتعمل. حتى في كونسنت انا قريته مثلا حد كاتب ان مفيش نفع اللي هي يدخل معانا في الاستادي, بس احنا يا جماعه بننفع كذا كذا مبينها. يعني اجين ريسيرش كهدف, الهدف الاساسي ريسيرش المفروض مش بينفع البارتيسيبنت. يعني جنرالي لما بقول ام كوندكتنج ريسيرش انا مش هدفي ان انا A benefit my participant. أنا هدفي إن أنا increase the pool of knowledge. هو ممكن ينتفع. ممكن ينتفع. Okay? لكن أنا بحاول إن أنا ما سيبوش in a worse off place. يعني
ساعتها بقى if I leave him worse off place then yeah, I harmed him. انا لا انا مش هسيبه اوحش بس يا حبذا لو سبته احسن. انا ممكن اعمل زي ما قلت لكم اروح واعمل social study اي حاجه عن الدوميستيك فايولنس في منطقه ريفيه والستات فيها ان ايدوكيتد وهعمل سيرفي. انا بيزيكلي ما دفعتهمش انا بتكلم على الباترنز اوف دوميستيك فايولنس في المنطقه دي. I added to the pool of knowledge اللي عندي. أفدت المجتمع بأن أنا بقول يا جماعة عندنا مشكلة هنا. بس on the other hand طب أنا ممكن أنفعهم إزاي؟ ممكن حد يقترح علي أنا ممكن أنفع الستات دي إزاي؟ Education أو أبني لهم medical center أي حاجة تساعد أبني لهم center؟ medical center medical center أو أديهم hotline number يكلموا حد لو حصل لهم مشكلة. أعمل لهم حالة من الempowerment right awareness awareness and education empowerment okay do you understand okay next please نرجع تاني للتسكيجي ترايل حاجات اللي you mentioned كده في النص عايزه كل حد يقول لي بسرعه حاجه عمرو مش ماشي المايك what was wrong with the tuskegee trial لا يعني حد هيكلم انا I need you بس to move the mic من هو بس هل تختاري حد لا حد اي حد يتكلم ما كانش فيه consent اوكي ده لو قلنا study design we have to read the protocol عشان نقول study عشان دي نقطة احنا اختلفنا فيها what else ها تفضلي كانت معمولة على vulnerable group ما كانت vulnerable group excellent what else deception deception what else autonomy I did not respect their autonomy صح ما اختاروش I'm being deceptive once I'm being deceptive يعني ما احترمتش their autonomy كان في withholding للtreatment في treatment ظهر في الاخر حصل withhold to the treatment excellent what else ما كانش في اي ethics يس ما انا بحاول انقي الethics دي اوكي ايوه ما كانش في intention إن يعني او ما احنا بنقول دايما ايه I'm ethical by intention يعني انا قصدي اصلا ان انا انفعهم وما اضرهمش وبحاول احميهم يعني basically I have to be ethical انا personally ما فيش زي ما قلت لكم مش هتبقى كفايه ابدا الكودز والريجوليشنز في ان احنا نبقى ethical اتفضلي كان في استغلال ان هم فقراء يعني yes ما that's what we said يعني not fair okay it's not fair طيب خلاص طب لو قعدنا so مين عاوز يقول ما كانش في respect for person صح؟ يعني أنا مبدئيا أصلاً في study design لو هاجي أعمل trial أو whatever study ال patient selection أو ال subject selection دي حاجة مهمة جداً إزاي هخلي ال data بتاعتي generalizable لو أنا اخترت group دوناً عن الباقي ولا أنا عاوز أشوف السيفلس بس في ال African American مش دول جروب في حد ذاته لي يعني genetically different عن بقية الناس isn't it true يعني أنا عندي عيب يعني scientifically it's not valid right is it scientifically valid حد يقدر يقول كده طيب رحت جبت vulnerable group هم أصلا فقراء وأصلا uneducated وأصلا they're sick تمام و they have no access to treatment وجيت عملت حاجة اسمها undue inducement رحت قلت لهم هتاخدوا أكل وهتقعدوا في مكان وهديكوا medical care this is undue inducement لحد ما هوش فلوس خالص وعيان okay وسيفلس back then was a debilitating disease وكمان I deceived them بأن أنا قلت لهم إن أنتوا you're receiving treatment اللي هي wasn't treatment so I exploited them وكمان I withheld the treatment يعني أنا يعني أعتقد إن هما بيتعاملوا مع الحيوانات برفق أكتر من كده right تمام بس بتبقى قايله إن في احتمال إن أنت تبقى on the placebo arm you have to he has to decide for himself إحنا عندنا مشكلة إن إحنا فاكرين إحنا نفهم أكتر من الناس وعندنا نوع ودي حاجة بنكتسبها في الكليات للأسف نوع من أنواع الغطرسة right
كلنا اول ما دخلنا في سنه اولى انا مبدئيا انا دنتست عشان تبقوا عارفين، بندخل متعاطفين مع البيشنت وبنبص للمعيدين موجودين انت ازاي حقير لدرجه ان تتعامل مع راجل الغلبان ده كده، وبنيجي بعد كده تنتابنا حاله ما هو عادي ونبص الناحيه الثانيه، بعدين بتنتابنا حاله انه احنا we're not being affected باللي بيحصل، يعني حاله اعتياد كده غريبه ما بنتاثرش لغايه ما في مننا ناس بتتحول. اوكي نيكست. اوكي the men were recruited without truly informed consent. ما كانش في informed consent. هنعرف اصلا ازاي يبقى informed consent يبقى truly. ما انا ممكن اقول لك تيجي تقول لي ماشي. Is this an informed consent? And we're not told that alternative treatment was available. لما التريتمنت اتعملت. بعدين they were deliberately misinformed about the need for some of the procedures. زي ما اقول لكم ان spinal taps دي قالت لهم ان هما it's special free treatment. Even after penicillin was found to be a safe and effective treatment for syphilis in the 1940s, the men were denied antibiotics. Okay. آخر حاجة, the study continued to follow these men until 1972, when the first public accounts of the study appeared in the national press. The study resulted in 28 deaths, 100 cases of disability and 19 cases of congenital syphilis. Yay to humanity. Okay? تمام؟ ده اتعمل باليو اس بابليك هيلث سيرفيسز وراح بلغ عنهم ويسل بلور. اوكي كل السكاندلز دي ادت ان الناس لازم احتاجت تجتمع وتطلع شويه كودز كده وريجوليشنز عشان تقول يا جماعه ما يصحش ما تبقوش محترمين، ما يصحش ما تبقوش عندكم اخلاق. زي البالمنت ريبورت ده طلع ان ريسبونس تو ذا سكيجي ترايل، وكان في نورنبرغ كود. نورنبرغ كود ده كتب بعد النورنبرغ ترايلز بعد النازيز ترايلز، وكان في ديكلاريشن اوف هلسنكي. الديكلاريشن اوف هلسنكي دي ديفلوبد باي ذا وورلد ميديكال اسوسيشن، وهي دي اتعملت اكشولي قبل البالمنت ريبورت، ودي كورنر ستون لكل الجايد لاينز. اي حد عنده اي بلد ليها guidelines لل research ethics بتبقى حتى based on the declaration of Helsinki. وال declaration of Helsinki دي تعمل لها revisions كتيرة قوي قوي، منها آخرهم سنة 2013 ليها revisions لغاية ما بقت مهترئة وبلا قيمة تقريبا وضرها أكتر من نفعها يعني. بس still it is the corner story of everything. فيها basic principles الناس بتعتمد عليها. But none of those codes or regulations are legally binding. لازم الدولة يبقى عندها قانون بحث علمي هو اللي بيخليها تقدر تعاقب اللي مش هيتبع القوانين بتاعتها. احنا في مصر ما عندناش قانون بحث علمي تقريبا. عندنا مادة واحدة كده ظريفة هبقى اجيبها لكم بتقول لكم بليز خليكم محترمين وراعوا اصول المهنة مع البارتيسيبنتس بتاعكم. لا هو لسه سنة 2013 Declaration of Helsinki اترجعت بس لسه it's not published. يعني لسه يعني آخر حاجة أنا قريتها كانت من شهرين كانت إن هي revisions. I don't think it was actually يعني published as in this is the final declaration. هتلاقوا في revisions مجرد كلمات كده صغيرة. هو أنا بس حظي إن أنا السنة دي قعدت شهر في University of Maryland وكنت باخد كورس on research ethics. فلما تشوفوا البروفيسور هو بيشرح إزاي الكلمة دي ممكن تغير لأن ده قانون، مش كل واحد بيبقى sensitive لتغيير and أو or أو أي كلمة دي ممكن تعمل difference فظيع في المعنى. أوكي؟ ومن الحاجات التانية بقية الـ codes أو regulations الـ Council for International Organizations of Medical Sciences SIAMS وال GCPD انتوا اكيد كلكم عارفين اللي هو good clinical practice international conference on harmonization good clinical practice، وده بيبقى زي codes كتير قوي ومنها حاجات عن ال research ethics، وهتلاقوا فيها informed consent وال role of principal investigators and everything. And finally the code of federal regulations، وده طبعا legally binding في امريكا، ده كبير جدا جدا جدا. هتلاقوا من الدول next please بس that's it. I mean دول كتيرة قوي ليها codes زي تركيا، الهند، طبعا انجلند، كندا، احنا في مصر لسه. بس يعني انا معلوماتي ان في مسودة بتتحط دلوقتي قانون بحث علمي. Let's pray. Okay. طيب I leave you with a question for one minute. Can research be ethical everywhere? طيب انت بتقول لا ليه؟ مين مع المايك؟ فين عمر؟ ببساطة جدا أقول إن مش كل الناس عندهم الهيومانيتي،
مش كل الناس لا معلش I'm sorry you misunderstand everywhere I mean في كل أماكن في العالم يعني لو قلت الإثيكال هنا في مصر هيبقى إثيكال هناك أو إثيكال هناك هيبقى إثيكال هنا لا حسب الكالتشر تختلف من حاجات لا أنا عاوزة واحد يتكلم أنا بتكلم ككونسبت عام هشرح لكم الكويستشن يعني اللي أنا ممكن أعتبره ستادي إثيكال وظريفة وجميلة في أمريكا وعدتها والـ IRB اللي هي Institutional Review Board وافقت ممكن بنفس الكريتيريا وافق عليها في مصر؟ لا برضو اختلفت حاجة كتير أوكي. في اختلافات من دولة لدولة وبساطة مثال الامبريونيك ستيم سيلز الامبريونيك ستيم سيلز ستادز ممنوعة في دول كتير جدا في العالم بس شغالة في تايوان وفي الصين وفي دول كتيرة شغالة فيها وغيرها يعني خلونا ما نتكلمش عن regulations أو عن اللوز ما بقولش القانون هيسمح ولا لا is it ethical or is it unethical متهيألي هتبقى ethical everywhere لأن humanity is one everywhere so ethics is a universal concept I think so ان شبه ethical for everywhere لان كل community لي culture بتاعته يعني اللي هناك acceptable هنا مش acceptable يعني ممكن انا مثلا هنا يعني ممكن اعمل survey مثلا عن breast cancer هناك ممكن اعمل الموضوع بسهل سهولة بس اسهل هنا يبقى فيه مشكلة الموضوع اصعب شوية يعني اللي شايفه عشان هنا لازم احترم ال culture بتاعت المكان اللي انا شغل فيها يعني ethical هناك ممكن يبقى في حاجات تبقى accepted عنده مش accepted عندنا يعني المفروض يحصل موديفيكيشن شويه في البروتوكول بتاعي ان انا اقدر اتحرك بيه في مكان يعني اغير شويه هو مش هيبقى ethical نفس كله في نفس المكان لا علي صوت مش هيبقى ethical في نفس المكان بسبب لانه مثلا في prevalence للديزيز في مكان معين هعمل trials في ريسك مثلا 20 يعني يحصل لهم harm لو الزيزة نفسه موجود في مكان تاني بس ملوش prevalence ونفس الريسك موجود يعني مثلا الريسك benefit ratio ممكن تفرق من مكان لمكان اه معرضهم ليه للهارم بالظبط that's one example دلوقتي اولا احنا لازم نعرف ان احنا عندنا ناس كتير قوي uneducated وpercentage بتاعت الناس uneducated كتيرة صح؟ دلوقتي انا عشان اعمل لهم نفس الريسيرش اللي هجيبه من بره اقول لهم اهو ما انا عملت زيه بالظبط ورحت جبت كونسنت وقلت له امضي حضرتك واقرا وافهم وهكذا واتكلمت معاه بس اي انديرستاند ان ماي بوبوليشن از ديفرنت دي ار مور ديبندنت اون ذا فيزيشن اكتر دي دونت كوايت انديرستاند ذا كونسبت ان ذس از ريسيرش انه مش من ضروره نافع ليهم مثلا دي دونت انديرستاند ايفرثينج بس دي تند تو تيل يو يس اي انديرستاند I have to take more safeguards to protect. Those are my people. I should protect them. فمش كل study هتيجي هاخدها زي ما هي هينفع أعملها وأقول أنا أخذت consent for example. تاني حاجة study مثلا لو قلت هعمل clinical trial أجرب دواء جديد للفروستبايت وهعملها في مصر والدواء مش مضر خالص it's a phase 3 clinical trial. ما فيش frostbite في مصر يبقى أصلاً ال population of يعني of interest أو ال population بتاعتي في مصر مش هتنتفع بأي حال من الأحوال من ال research study دي right or wrong ردوا عليه يبقى لازم ال population اللي أنا هعمل عليها study تبقى هت benefit بمعنى إن أنا هاخد sample من المصريين بس eventually الدواء ده هيفيد المصريين في النهاية right هندخل دلوقتي في 7 requirements of what makes research ethical. We're gonna run through them a little bit because I think we covered everything. Okay. هنستارت بالvalue. What's value? يعني ايه اقول ان research study دي valuable or not? يعني لازم يبقى valuable للcommunity لازم هيضيف حاجة للناس اللي هيخشوا في العلاج ده okay. okay, valuable معنى الريسيرش ده ليه هدف معين مش just trifling يعني حاجة عبثية مش عبثية هو لازم الvalue تبقى على محورين يعني يبقى social و scientific value يبقى يعني نراي ناحيتين يبقى scientific و social في نفس else
عاوز يقول حاجة؟ next slide please. okay. يبقى ال value it has to be social, scientific or clinical value. هي هنا عشان هو بيتكلم عن ال research ethics in general. احنا دايما ودي بتحصل مع كل الدكاترة بيفكروا دايما في clinical research. فهو it's scientific research if even if it's social research. انا اللي قصدي اقوله انه مش لازم يكون كلينيكال ترايل، ممكن تكون كيس كنترول وما بدورش على ديزيز مثلا، يعني مش لازم دايما مخنا يروح في الريسيرش ان هو اتس ميديكال بيزيكلي يعني. اوكي تاني حاجه تيستس ا هايبوثيسس ذات كان جنريت امبورتنت نوليدج. عشان كده لما كنت بقول لكم في التوسكيجي ترايلز وات ايفر اي ريد اباوت ات، انا مش حاسه ان هو كان عنده هايبوثيسس اصلا. هيز نوت تيستينج اني ثينج ان سبيسيفيك. بعدين الريزلتس لازم تبقى جنرالايزبل، يعني لما اقول انا ممكن اعمل على فكره استدي عن افريكان امريكان مان، بس تبقى جنرالايزبل تو اول افريكان امريكان مان مثلا ميدل ايجد، بس تبقى جنرالايزبل. دي اندرستاند مي، لان انا مش ممكن هاخد كل البوبوليشن. اخر حاجه تبقى ريسبونسبل يوز اوف ريسورسز. ليه ريسبونسبل يوز اوف ريسورسز؟ Exactly. لانه اصلا الفاندنج للريسيرش مش كتير في الدنيا يعني، فلما اجي هدي فند لحد لازم اقول ان ده هيز نوت ترايفلنج بالفاندز دي، وان هو هياخدها محمل الجد، وان هيستفيد بيها، وان هو هيعدي الجاب اوف نوليدج اللي موجوده، وان هيطلع بريزلتس. تمام. نيكست ساينتفك فاليديتي. ماشي وسريع يعني، دي ريليتد قوي لحاجات ثانيه. يعني اتاكد ان الريسيرش ماشي مع الجايدلاينز او الريجوليشنز بتاعه الميثودولوجي، يبقى فولفيل الكرايتيريا يعني. اوكي حد عاوز يزود حاجه؟ اتفضل. يعني ممكن يكون الريسيرش ليه فاليو، ليه فايده ممكن تبقى موجوده، بس ما فيش ستادي ديزاين ممكن تطلع ريزلت اكوريتلي يعني. اوكي طيب، بس ال scientific validity لازم ان هو زي ما قلنا في الاول يتبع rigorous methodology. لازم اختار ال subjects بتاعتي صح، لازم احط research question مظبوط، ولازم design the whole study صح، واعرف ال end points بتاعتي فين. كل الحاجات اللي بتاخدوها في study design هتعرفوها في statistics، لان eventually انا لو غلطت في الحاجات دي هبطلعت results مش generalizable او مش مظبوطة، فبالتالي هرجع اقول خلاص ال study دي مكانش ليها لازمة. طب يبقى ال participants دول ال participation بتاعهم انتج عن ايه؟ nothing. اوكي الفلوس اللي اتصرفت، الامبلويز دول it's all waste. you're not supposed to waste it's not your personal، حتى لو هدفع من جيبي يعني. do you understand me؟ okay next. okay methodologically rigorous manner yielding reliable results. الناس تقدر تعتمد عليها، لاني انا ممكن اطلع وانشور بيبر محترمه وانا اصلا عامل ستدي غلط، والناس تعتبر اللي انا طلعته ونشرته ده evidence وهمشي عليه، فضر ناس اكتر واكتر واكتر. scientifically unsound research on human subjects is ipso facto. ipso facto يعني in itself unethical in that it may expose subjects to risks or inconvenience to no purpose. these science. okay next. fair subject selection. سريعا يعني ايه fair subject selection؟ طب استنى معلش، انا عاوزه الناس اللي ما بتتكلمش، يعني ايه fair subject selection؟ ممكن ما فيش ريسيزم، ممكن ايه كمان؟ يبقى سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ انا مثلا ما اختارش موضوع مثلا عام او في نقطه معينه. لا سبجكت مش مقصود بيها التوبيك، سبجكت مقصود بيها البارتيسيبنت. ها يعني مثلا عندي تارجت بوبيوليشن عايز هو ده الهدف بتاعي، اختار منهم السامبلز، ما اختارش من بوبيوليشن ثانيه خالص، ما لهمش دعوه بالموضوع. نفس الموضوع فكره الفورس باي، نحط eligibility criteria. المقصود فيها fair subject selection. ممكن أقول طيب كويس أنا عاوز أعمل على middle aged men. middle aged men موجودين فين؟ ففي prison على أول الشارع عندي، وprison دول مش هيروحوا في حتة وقاعدين وموجودين، وأنا بس أدخل للضابط وأستأذنه هقول يا تي موافقة الفلانية، ده الconvenience بقى. وهم قاعدين مرزوعين مش هنعمل فيهم حاجة ومش هيقدروا يخرجوا، هنقدر نحطهم على الرجيمن المظبوط بالظبط ومش هيقدروا يبعدوا عنه. is this ethical؟ ليه؟ لاني I'm targeting a population عشان هي convenient.
اوكي وعشان هي هم vulnerable yes بس it's convenient I'm targeting them out يعني غير عن بقيه الناس كلها لان هم they are vulnerable لان I have ease of access. طب وبقيه الناس الناس اللي مش محطوطه في نفس السيتنج بتاع البريزن ما انا برضو بحرمهم من ريسيرش اكاد يكون لينا فعليهم جايز ممكن اقول هاخد من بس طب ليه الاستاذ دي ما ينفعش تتعمل عن الومن when I have to answer all these questions. طب هاخد الكوجنيتيفلي امبيرد cognitively impaired دول هيستفيدوا انا مختارهم ليه مختارهم within the population يعني مثلا انا هاخد البيشنتس عندهم الزهايمرز علشان هم من ضمن البوبوليشن بتاعه الجيرياتريكس ولا عشان هم هيبقوا سهل عشان موجودين في نيرسينج هوم طب هاخد الاطفال هاخد الاطفال برضو ليه عشان في ملجا ولا عشان هم من ضمن الناس اللي ممكن تستفيد المهم ان انا why do I target them يعني ممكن research اقول مش هاخد ال cognitively impaired لان انا I'm targeting them دونا عن غيرهم because due to convenience وممكن اقول لا انا واخدهم من ضمن sample كبير واخد كل geriatric patients اللي عندهم فمنهم ناس عندها Alzheimer's لانه انا I'm testing an anti-hypertensive drug for example فانا I'm not specifically targeting them due to their vulnerability understood يعني مفروض اختار الناس fairly مش مفروض استبعد ناس unfairly okay next strategy for inclusion and exclusion criteria لازم عندي strategy وstrategy يعني هقول اسباب انا ليه اخترت دول وليه استبعدت دول scientific goals are the basis of subject selection يعني ال question اللي انا عاوز اجاوبه لازم هيتجاوب عن طريق الناس دي ما يبقاش عشان انا I'm convenient زي ما احنا بنعمل كده نروح الجامعه الدكتور عايز يعمل ستادي فبيقول الطلبه صح اوكي convenience or vulnerability should not be the basis of subject selection right next certain populations should not be targeted due to their vulnerability يعني ما اروحش للناس الفقيره في وسط مجتمع لان دول فقراء وهيستجيبوا او لان انا هقدر اضحك عليهم او هقدر exploit them بعدين the Declaration of Helsinki بتقول medical research is only justified if there is a reasonable likelihood that the population research is carried out stand to benefit from the results of the research. أنا دي دائما بفتكرها بالفروستبايت كيس. مش هروح لمصريين أقول لهم فروستبايت وإحنا جوا عندنا 9 شهور في السنة حر جدا. يبقى أنا مش هستفيد كمصري. يبقى it's unethical to conduct the clinical trial. Okay. الرد ده بيبقى احيانا لما يجي لكم بروفيسور من بره يقول لكم احنا عندنا في امريكا كلينيكال ترايلز عن الملاريا وي دونت هاف ملاريا اوكي هم في امريكا فعلا بيعملوا كلينيكال ترايلز اون ملاريا اند دي دونت هاف ملاريا اند اي نيفر نيو واي بس ذاتس جاست ا ثوت فور يو يا اوكي اذر جروبس شود نوت بي بريمتورلي اكسكلودد اوكي فيفربل ريسك بنفيت ريشيو خلونا نتكلم بيزيكلي يعني هو طبيب كطبيب طبيعي كده بيبقى مفروض يهارم مفروض يبقى في ريسك بي ريسك نو دو نو هارم بس جنرالي سبيكينج اي ريسيرش ستدي هيبقى فيه ريسك طب لو عملت سيرفي هيبقى فيه ريسك سوري كونفيدنشال طب لو قلت انونيمس stigma of what monk that's nice very interesting approach what else sorry ممكن خدت منه وقت عوضته عنه ازاي صح what else بس ايه كمان طب لو عملت research عن alcohol consumption في teenagers في مصر لا بتهز راسك ليه سوري لا انت كده you're questioning سبب الريسيرش انا بقول is it ethical or not خليكم مركزين طيب خلونا نتكلم عن الريسك في 3 كلمات بالظبط اولا انا لما بقيس الريسك او بشوف ايه الانهيرنت ريسك اوف ذا ستاديز بشوفها من وجهه نظر البارتيسيبنت ما بشوفهاش من وجهه نظري انا فانا ممكن اجي اتكلم عن دوميستيك فايلنس واعمل سيرفي ايه الريسك اللي ممكن واحده بتملى سيرفي دوميستيك فايلنس انا هقول لكم هي ممكن تريكول ميموريز سيئه فديس از كولد ان ايموشنال ريسك مين عايز يضحك ويقول هاها يعني يو كان يو ار اكتشوالي اوت يعني هي بتتضرب في البيت وجايه الايموشنال ريسك يس ات از ان ايموشنال ريسك ريكولينج ا ميموري از ان ايموشنال ريسك
there is a risk ان جوز هيعرف وتتحط في more repercussions يعني تمام. في مثلا political risk يعني مثلا لما جبنا الناس اللي نزلت في 25 يناير والمرحله دي كلها وكانت بتعمل كلينكس في وسط ميدان التحرير وجبناهم وسالناهم عن الاكسبيرينسز دي مش ممكن يبقوا politically targeted لو حاجه حد يعرف حاجه. This is a risk. I should respect that. من وجهة نظره هو there is a risk. من وجهة نظري أنا برضو there is a risk. Okay? There are different types of risks. إحنا دايما لما بنفكر بنفكر في physical risk. Okay? الريسك المفروض ما يبقاش more than minimal risk. والminimal risk اللي هو normal daily activities. Are our normal daily activities as risky as the normal daily activities of a human subject in Sweden? احنا دلوقتي وصلنا مرحله بنسمع طلق نار يعني نايمين وفي نار في ضرب نار تحت صح. Cool. So it's different. ساعتها بنعمل ايه؟ بنعتبر ايه المينيمال ريسك؟ ايه؟ لا حرام يعني كده ممكن اجيب البيشنت واضربه ومرمطه واقول له انت ممكن يحصل لك كده وانت ماشي ولو قابلك كمين مثلا ما ده الريسك بتاع كل يوم ممكن فيك اللي انا عاوزاه. بناخد مينيمال ريسك از ا جلوبال كونسبت الحمد لله. هو مينيمال ريسك للسبجكتس المفروض تبقى لكل الناس حاجه واحده انه الديلي اكتيفيتيز بتاعت اقل ديلي اقل ريسكي ديلي اكتيفيتيز في العالم يعني اوكي يعني حتى لو هاخد يعني 5 سي سي بلاد this is considered risky يعني لانه there is the risk of infection for example يعني alright next okay. حد يحب يقرا؟ حد يحب يقرا؟ مين؟ Favorable risk benefit ratio. Every medical research project involving human subjects should be preceded by careful assessment of predictable risks and burdens in comparison with foreseeable benefits to the subject or to the others. This doesn't preclude the participation of healthy volunteers in medical research. The design of all is publicly available. تاني حاجة medical research involving human subjects should only be conducted if the importance of the objective outweighs the inherent risks and burdens to the subject. This is especially human subjects are healthy volunteers. يعني basically أنا بقول إن أنا prior to الاثنين two articles بيقولوا إن أنا prior to any study بيجي أعمل careful risk benefit assessment وإن naturally المفروض إن ال benefit outweigh the risk. تمام؟ وإن المفروض إن ال study design ده يبقى متاح لكل الناس ودي حاجة إحنا ما بنعملهاش خالص الحمد لله. ما بنقولش للناس إن أنت أصلا part of the study أو إن ال study دي فيها two arms وإن ال arm دي فيها كذا. Actually حتى لو هو ممكن ما تهموش ال information دي from an ethical point of view you have to tell your patient all these. إنه أنت there are two arms وفي placebo arm حتى لو هو he's taking if there's a placebo arm then you definitely he doesn't know يعني بس generally لو هو research وانت معروف هو on which arm you have to tell him there's another arm. والكلام ده انت بتقوله اصلا قبل ما الريسيرش يبتدي قبل ما يبقى enrolled وقبل ما يبقى randomized على which arm. Independent review. What's independent review? انا دي عاوزة فيها كلمتين بالظبط. Sorry? مين عاوز يكلم يا؟ ان يكون في proper revision من supervisors. What else? مش سامع. Independent review. هو مين هيعمل review اصلا مبدئيا؟ IRB او REC اللي هي REC. IRB is institutional review board واللي بتسمى برضو research ethics committee. الاثنين حاجه واحده.
عشان تفتكروش ان في بينهم فرق يعني. دي كوميتي المفروض تبقى للانستيتيوشن زي المستشفى هنا او للجامعه زي كليه طب عين شمس فور انستنس مثلا، او اي انستيتيوت بيعمل ريسيرش لازم عنده اي ار بي، بيعمل ريفيو. بيعمل ريفيو لايه؟ بيمسك البروتوكول حته حته بيرفيو الحاجات اللي نقول عليها. نكست يا وليد بليز. Not necessarily. لا انت عندك IRB بس independent. هنقول دلوقتي ازاي independent. هي الاول بتعمل review للdesign of the research والpopulation اللي هيتعمل عليها research وrisk benefit ratio، وبتعمل declaration لأي conflict of interest. يعني لو clinical trial وشركة أدوية هي اللي عاملاها، ولو one of the investigators أو the principal investigator أو حتى حد من IRB عنده أي share في الشركة دي، فلازم يعملوا declaration. Do you understand me? بنقول أنا عندي conflict of interest. مش كل conflict of interest معناه إن الريسيرش ده مفروض ما يتعملش. بيتعمل بس بيبقى فيه certain safeguards. أو ممكن نحس لأ هنا الconflict كبير فما يتعملش. مفهوم الكلام ده؟ أوكي. الـ institutional review board بتبقى للinstitution بس مفروض تبقى independent. Independent يعني إيه؟ يعني ما يبقاش ال head of the institution أو ال dean of the faculty هو ال head of the IRB. وما ينفعش مثلا يبقى حد من ال IRBs من ال chair of the chairs of the IRB يبقى related للشخص اللي مقدم ال study. ولو هو related يعني لو عندي IRB، ال IRB دي مش هغيرها كل شوية، تتغير according to the regulations بقى بتاعت الانستيتيوت. let's say كل 4 سنين او كل سنتين او كل سنه. لو انا حد اعرفه مقدم study project وانا one of the IRB هعتذر عن السيشنز دي، هقول انا مش هبقى part من الريفيو ده. اوكي. in a perfect world مش المفروض يكونوا بياخدوا فلوسهم او pay من الانستيتيوشن، بس this never happens في اي حته في العالم. انت انستيتيوشن اكيد هتدفع له. That's why it's never completely or perfectly independent. But again, you try your best to be independent. إن أنت بيبقى عندك members كتير بيمثلوا backgrounds مختلفة، ومنهم حد بيبقى lawyer، ومنهم community representative for the يعني as a safeguard to the community. وبيبقى عندك ال chair المفروض ما يبقاش affiliated to the institute. راجل دين مش كل السوسايتيز بتهتم بالموضوع ده. في بلاد لو هتقول لها رجل دين هيجيب لك ايه، هيبريزنت ايه بالظبط؟ لا لا يعني في بلاد قصدي انه ايه هتقول له ايه يعني شيت سونيز جوديزم الهند عايز لك 200 رجل دين. ف لا يعني قصدي ان it differs from one place to another يعني. اوكي independent review خلاص. next informed consent. Informed consent ده الكونتراكت ما بيني وما بين البارتيسيبنت. اوكي. فالكونتراكت لازم يحتوي على كل حاجه. لازم ابقى قايله له بيزيكلي نمبر 1 صباح الخير دي ستادي، صباح النور دي مش شرط تبقى نافعه ليك. اوكي. وبعدين الريسكس اللي ممكن البوتنشال ريسكس بتاعت حضرتك هتبقى 1 2 3 كذا وكذا وكذا وكذا. حتى الحاجات اللي نادره جدا 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 لازم تتقال as a risk. تمام. حاجه البوتنشال بنفيتس. وبعدين لازم اقول له انت حر، you don't have to be included in this study if you don't wish to. ولازم اقول له ان at any given time you can simply withdraw without penalty. هنا في تركه، انتوا في اي حاجه في حياتكم you can withdraw but there will always be a penalty. يا اما هتدفعوا فلوس، يا اما you will lose something. لو اي contract في الدنيا لما بتيجي تمضي عليه وتراجعت عنه لازم تخسر percentage ان كانت. وساعات بتبقى في بتخسر privilege مش لازم فلوس. In this case انا هدفي ان انا اخلي الparticipant يثق فيا، فبقول له at any given point you can withdraw, there is no penalty. وكمان بنقول you don't have to give me a reason for your withdrawal. All right. تمام.
لا ماشي اوكي نكست مفيش مشكله. يبقى informed consent لازم يقول purpose of the study, risks and benefits of the procedures, ولو في اي alternatives لازم اقول له ان this is just a study وان في alternative تاني لو عندي كذا كذا كذا, او لو عندي ناس تانيه الالترناتيف ايه. لازم يبقى voluntary, يعني informed consent من اسمه لازم يبقى informed, لازم يفهم كل حاجه, الموافقه المستنيره لازم ابقى مفهماه, ولازم يبقى voluntary. وفي cases مثلا ان يجي نروح ل, خلينا في شكل قبلي, نروح للقبيله ونروح لشيخ القبيله ونقول له هنعمل study, هو بالنسبه لهم هو الامر, يعني هو هيروح يقول لهم يلا you're enrolled in this study. احنا we have to make sure this is not the case, ان هما they are actually volunteering to participate, right? And then the right for withdrawal without any penalties. Next. Risk for enrolled subjects. This is totally بقى subjective ليكو. انا عاوزاكم تقولوا لي ازاي ممكن تحترموا, مش الpatients, يا جماعة ركزوا please, ال research participant. هدي عليكم كده, يعني كل واحد يقول كلمة كده سريع بس سريع عشان هو المفروض ان انا اقدر الريسكس المفروض في الـ في الـ في السبجكت ده, وبالتالي يعني ابدي له اهتمام على حسب الريسكس الموجوده. احاول اديله ميديكال كير او اهتم بيه اكتر يعني. يعني ممكن اعمله كواحد بيشاركني في البحث, اوضح له البحث كويس. احنا ممكن يعني يبقى يعني الريسبكت نفسه في ان هو يبقى عارف كل حاجه الستيجز, وعارف هيبقى يعني هينتهي امتى البحث, عارف كل حاجه, ولو حصل اي ريسك انا يبقى متكفل ان انا اعالجه يعني. او برضو to respect his religious and social views. لازم برضو اجرانتي الكونفيدنشاليتي بتاعت بتاعته في طول الريسيرش, سواء الداتا اللي باخدها منه او ممكن لو تظهر عليه حاجه او يعني ممكن واتفر اي حاجه تظهر عليه لازم يبقى عارف الابديتس, يعني هو فين, هو بقى فين, ظهر عليه ايه, هو لوحده. لازم اوصل لمستوى تفكيره, يعني لو حد مش متعلم او كده لازم ان انا افهمه واوعيه باكتر قدر ممكن, ان انا اقول له كل حاجه, يعني سواء البنفيتس او سايد افكتس او الريسك, اي حاجه اقولها له وبمع ستيب باي ستيب. كمان ممكن ان انا يبقى فيه حاجه زي تراست كده, ان هو كمان ممكن يكمل, يعني اوصل ان انا يبقى فيه بيني وبينه ريليشن او حاجه تخليه ان هو يفضل ان يكمل معايا. تقريبا كل حاجه اتقالت اصلا. الكونفيدنشياليتي ما يبقاش في ابيوز للفولنربيلتي بتاعتهم. سيمبل ان اهتم بالاوتونومي بتاعته يعني. اللي هو هي الخصوصيه مثلا برايفسي, ان هو لو عايز يشارك برايه في البحث ممكن من رايه مثلا ده احسن, ممكن احترم رايه مثلا. من حقه مثلا بعد ما خلصت الترايل عليه وخلصت وصلت الريزلتس, من حقه ان هو يعرف انا وصلت لايه بعد ما خلصت البحث خالص, بعد ما انقطعت علاقتي بيه. حتى بعد ما تقطع علاقتي بيه ان انا بعد كده اعمله يعني اسال عنه وكده, يعني يبقى فيه كده يعني ما كنتش اول ما اقطع علاقتي بيه كده. لا ما هو مثلا في زي مثلا لا ما هو يعني من باب الاحترام او الهيومانيتي ان انا اكون معاه يعني حتى بعد الريسيرش ما يخلص, يعني ان انا اسال عنه يعني ممكن واتابع حالته يعني. طيب
هو فاينل يعني بغض النظر عن السلايد هتقوله، انا عشان احترم بني ادم لازم ما اخدعوش، لازم اقول له انت جاي عشان تدخل ستادي، اوكي، والستادي دي زي ما بقول لكم الريسك بتاعتها كذا وان البوتنشال بنفيتس بتاعتها كذا، وانت ممكن ما تنتفعش خالص، وان احنا حقيقه ما نعرفش. يعني انا داخل ستادي I really don't know اوكي، وانه زي ما قلت لكم ان انتوا تقولوا له الالترناتيفز بتاعته ايه. تاني حاجه ان انا لازم دايما بيقولوا البوردر لاين ما بين being a doctor and being a researcher. طب انا لو جيت في بوينت وحسيت ان هو ممكن ينتفع بحاجه تانية اكتر، بريسيرش تانية اكتر، out of respect I should يعني exclude him from this study واوديه على study تانية out of respect. لو ابتديت احس ان هو حالته سيئه I'd rather exclude him from the study. اعمل له withdrawal. I should withdraw him from the study. لو عملت دبل بلايندنس ولقيت بيشنت حالته بتسوء، بنروح هتعرفوا التوكسيستي ريبورتنج، بريبورت توكسيستيز. في كرايتيريا للريبورتنج، ما بعملش withdrawal للبيشنت. اتمنى ان حد يقول لكم الموضوع ده. في كرايتيريا بريبورت، وبعدين في كرايتيريا تانية بريبورت ووقف، وفي كرايتيريا تالتة بريبورت ووقف ووithdraw. لا هو مش عارفه حاسه، هو الموضوع is very systematic and very scientific. They are very very clear criteria. يعني انا مش بقول ان احنا نبقى طيبين، لا انا عندي برضو criteria، بس برضو نبقى محترمين، نبقى actually لما انا ابقى واثق انه this patient is being harmed، او انه ممكن احس انه هو ممكن يفيد لي study، بس on a personal level let's say it's a palliative patient مثلا، حد cancer وpalliative وبياخد high dose، واحنا في حالات كتيرة ومostly بعمل clinical trials بتاعت chemotherapy على palliative patient، وانا حسيت ان هو from the personal point of view I'd rather he go home and die among his family. Shouldn't I يعني communicate this with the patient? You shouldn't. دعونا نتفق الا نتفق. Alright. And as I said, look, you're being a human along with being a researcher. It's never a perfect situation. وبتعملوا دايما balance وassessment لنفسكم. مهم ان انتوا تروحوا البيت تعرفوا تناموا بالليل. تمام؟ يبقى اعمل له withdrawal according to the criteria قلت عليها، او اعمل له withdrawal في حالة اللي انا اخترت فيها اعمل له withdrawal. And then زي ما حد هنا قال ان انا communicate الresults of the study للناس اللي عملوا الستادي. طالما طلعت results ونشرت ممكن اقول لهم يا جماعه احنا توصلنا للresults دي out of respect. وده بيحصل by the way. فكان في ستادي معموله في اوغندا على HIV patients، ومن ال it was an ongoing study، وكانت من comments الى participants بيقولوها انه we never know، انتوا عمالين تعملوا studies علينا we never know the results of those studies. فريسيرش تيم واز فيري ريسبكتفل، وجابوهم وعملوا لهم زي جالا كده ويوم كبير، وذي كوميونيكيتد اول ذا ريزلتس اند ذي انسرد موست اوف ذير كويستشنز، اند بيبل اونلي سيد انه ذي لافد بينج ريسبكتد اس بارت اوف ذا ستدي، نوت جاست ان هما ذي وير اكسبيرمنتد ابون. الناس بتدخل ستديز احيانا كتير عشان هما فعلا عاوزين ينفعوا الناس. They want to benefit others and benefit the community. Alright? وإلا كان في studies كتيرة قوي مش هتتعمل. تمام؟ Next. Okay. But permitting withdrawal. Permitting withdrawal يعني بسمح للpatients هما اللي يعملوا withdrawal. Okay? And then protecting their privacy. إن أنا ما أقولش أي معلومة الpatient مش عايز إنها تتعرف عنه ما تتعرفش. حتى لو أنا شايف إنه مش منطقي إنه إيه التفاهة دي. ايه سمعته بيقول كذا، لا ما اقولش. Do you understand me? Again نحترم وجهة نظر البيشنت او البارتيسيبنت، ما احترمش وجهة نظري انا. Informing subjects of newly discovered risks or benefits. لو حاجة اكتشفتها within the course of the study
out of respect I should tell. Again, يا جماعة ما فيش حاجة بتجبركم ان انتوا تعملوا كده. Okay? And then informing subjects of results of research, بعد ما research يخلص, and maintaining the welfare of subjects. This is a very abstract sentence. Maintaining the welfare of the subjects. Okay? عشان كده بقول لكم, it's up to you. Yes, yes, يا عمر. في بوينتس يا عمرو بنفتح الانفلوب لو حسينا زي ما بقول لكم الموضوع كان في الكومن تراك توكسيستي كرايتيريا فور ادفيرس ايفنت ريبورتنج اللي هي سي تي سي اي 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 ستدي بيبقى فيها جايد لاينز واضحه جدا مع الاي ار بي ان انا بريبورت توكسيستيز وذين 24 hours وبقول toxicities دي تقريبا ناتجة عن التريتمنت دي أو it's an adverse event that it's not relevant to the treatment but I have to report. في كريتيريا بعدها I have إن أنا أوقف البيشنت ما بعملوش withdrawal بس بوقف التريتمنت الموجود وبعدين ممكن أفتح الانفلوب ساعتها وأعرف مش عارف اسمها break the blinding أو مش فاكرة term بالظبط. I think it depends بقى لو انا هعمل له withdrawal من الـ من الـ من الترايل يعني هقول له انت حصل لك كذا because of the new experimental drug sorry لو هو withdrawn انا مش هقول للبيشنت مش هقول للبيشنت لو هو لسه on the study اوكي لا مش هتقول للبيشنت لو هو لسه on study بس لو هو withdrawn from the study اكيد I will tell him يعني انا مش انا فعلا مش عارفه النقطه ان انا لو فتحت الانفلوب I think ان هو خلاص كده withdrawn لو كسرت البلايندنج بيبقى هو كده خلاص withdrawn فبالتالي بالظبط لان كده there is a risk of bias yes اوكي كده next lead. Okay, we're done. I hope you enjoyed. اكتر حاجة نفسي تكونوا وصلت لها ان انتوا تكونوا بتحاولوا تفكروا بشكل مختلف لان احنا we tend ان احنا نفكر in a very systematic manner ان احنا نقول هو البروتوكول بيقول ايه 1 2 3 and that's it. There's all يعني ما تتكسفوش ان انتوا يتقال عليكوا humane لان that doesn't make you less scientific. It just makes you humane. Okay? وانتوا شايفين الوضع في مصر عامل ازاي وشايفين ناس غلبانه قد ايه وشايفين ان هم ديبندنت عليكم قد ايه وشايفين بيتبهدلوا قد ايه ممكن ما يسمعش خالص ان دي ستادي وبيبقى هيموت على اي حاجه وبتشوفوا حالات اسوء ما تتخيلوا يكفي ان انا اقول لكم ان بيبقى في بي يعني ممكن دكتور احمد يحكي لكم القصه دي ان بيرنتس بيجوا هنا ينهاروا بيعملوا حاجات بيتخانقوا وبيبقوا هيولعوا في نفسهم عشان احنا مش قادرين ناخد one more child for example يعني ف I know that this is a medical concern دلوقتي مش research بس انا قصدي ان انتوا عارفين الناس حالتها في مصر عامله ازاي فلا مش عيب خالص يتقال علينا هيومين ويبقى قلبنا على عيانين وقلبنا على الناس بتاعتنا لان احنا ما عندناش قانون بيحميهم وما عندناش اي regulations الانستيتيوشنز حتى بتلتزم بيها فاتليست احنا نبقى هيومين مش عيب خالص نبقى ethical مش عيب خالص يبقى عندنا ضمير مش عيب خالص ان انا يتقال عليا باجي على research انا I don't know your name the one in the brown shirt yes محمد دايما بتتجه نتفكر في scientific validity yes It's very important لان هنيجي عند نقطه ان انا لو ما كنتش scientifically valid ان انا برضو ضريت بقيه الparticipants لان انا ما طلعتش بريزالتس محترمه لان انا كنت عندي قلب زياده عن اللزوم كان في قصه كده قريتها زمان وكان scientist very well known scientist وكانوا بيجربوا تقريبا فاكسين جديد على الاطفال it's a very well known story وحقيقيه هحاول اجيبها لكم and then one of the pediatrician قلب وجعه على ان one of the arms can feel one of the arms be receive a new treatment which actually working والarm الثاني be receive the older treatment هو he decided ان هو يخلي بقيه الاطفال تاخد التريتمنت اللي جايب نتيجه فالبروفيسور بتاعه بيقول له انت صعب عليك وضريت بقيه اطفال العالم لان احنا we will never reach the results والevidence اللي يخلينا نعرف انه فعلا and this is working
فأي agree yes we should be methodologically rigorous بس always remember that you are basically human. Okay, do you have any questions? Yes. في نوع انواع من الريسيرش بتبقى بنسميها informed consent waiver. بنعمل waiver للinformed consent ودي ليها criteria. بصوا احنا هنتكلم على الinformed consent in detail لوحدها وامتى بناخد assent وامتى بناخد consent وايه الفرق ما بينهم. اوكي وفي studies بتبقى معمول لها waiver وفي studies بتبقى verbal informed consent. What else? Any questions? Yes. والله you know about medical ethics more than I know بس هتيجي اقول لك طب ما هو ممكن يكون البيشنت ده القصه اللي بتحكيها دي سبيسيفيك قوي وانا هعرف هلقطه يعني بس سوري بصوا medical ethics المفروض اللي بيتقال within ما بين الدكتور والبيشنت ما بيخرجش بره لاي حال من الاحوال. Once انت خرجت من العيادة من الأوفيس you forget everything, you don't say anything whatsoever باسمه من غير اسمه مش مشكلة يعني لا خالص you don't tell يعني. This is medical ethics. Yes. What else? انت منتصر كنت بتقول حاجة؟ لو البروفيسور أو الدكتور بيقول كلام ده للسنة بتوع نولوجي يعني situation ما بينه وبين المريض ولا كيس جديدة كيس لا طبعا دي عادة gossip. نعم مجرد التعليم هو it depends انت ايه الانتنشن وبتحكيها ازاي يعني انا جالي patient والست كانت ما بتستجبش ليا خالص وكانت متوترة ومشدودة ومش عارفة اديها انستيزيا وبعدين اكتشفت ان هي عشان domestically بتتضرب مثلا فدي ممكن احكيها بس يعني ايه اللي هنا هيعرف انا ممكن احكي ان from experience دي حاجة هتواجهوها. يس هي مش محتاجة تقولك ما تقولش المعلومات للحد انتوا لازم تفهموا برضو ان البيشنس بتاعكوا داخلين بيعتمدوا عليكوا خلونا احنا بس دخلنا في medical ethics وانا I'm not يعني covering this aspect خالص بس برضو خدوا بالكوا دايما your patients بيشوفوا فيكوا حد بيعتمدوا عليه وبيثقوا فيه وبرضو it's all يعني it's very interesting انك تتكلم مع stranger ممكن اوي كلام انت تقوله ده تقوله وتنساه وبتحصل كتير يعني انا I used to be a dentist وكانت الناس بتقعد على الشارع تقول كلام غريب وكلام very personal وخلاص هم عايزين يفضفضوا ومضغوطين وتعبانين وقاعدين مع حد stranger is this person is not interested in their lives خالص فهم قالوا الكلام ومشيوا. They are people يا جماعة. This is medical ethics. Anything related to research ethics. Yes. في ريسيرشز كتيرة بتعتمد على ال convenient non probability sampling عشان ساعات بيبقى ال randomization صعب فهل ده يعتبر يعني not fair في subject selection؟ وانا عشان يمكن I'm not very يعني familiar with the sampling فمش عايزة أرد عليكي ردي يلخبطك ف there are some convenient samples I don't think it has something to do with ethics as much as انها بتضعف ال study this is one of the study limitations right okay حد عنده حاجة يقولها في الموضوع ده يعني it's not ethical or unethical convenient sample بيبقى ليها علاقة باللimitations مش من أنا مستسهل الناس دي هي convenient sample مش مقصود بيها إن هم أنا روحت الناس vulnerable أو ناس يا جماعة please hey you guys مش رايح الناس vulnerable أو ناس هقدر عملهم exploitation okay هي بتبقى convenient sample I think عشان ال resources أو limitations this is something you can ask a statistician about أنا مش عايزة أفتيلك وهترجعنا لنقطة مهمة جدا إن research is ethical كمان بال intention لازم أبقى I'm intending إن أنا exploit الناس دي ولا intending إن أنا أبقى ethical okay any more questions yes
بص clinical trials اللي الناس بتاخد فيها فلوس هتبقى ethical لو ما وصلناش لمرحلة ال undue inducement. undue inducement ان انا اجي لواحد غلبان واقول له هتاخد واحد غلبان من مصر يعني $100 by the end of this month لو جيت عملت ال study. sorry و... لا لا استنوا حاجة هي الفكرة هرجع لكم تاني بالانس. هل أنا ضمن الفولنتارينس؟ لو غني أنا ضمن الفولنتارينس في الغالب يعني unless هو مش فاهم أو إنه هو أنا بستغل حالته النفسية مثلا he's in need. sorry انت بتتكلم مثلا على phase 1 trials. phase 1 trials ان انا بجيب healthy volunteers عشان هنتكلم على clinical trial. clinical trial volunteers يبقى phase 1 trials. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ لانه clinical trial وvolunteers يبقى phase 1 clinical trials. phase 1 clinical trials is considered unethical by many people. انت زي ما بقول لكم احنا بنحاول نوصل الناس للتوكسيستي عشان نقيس السيفتي اوف ذا دراج. ف some people consider ان كده البيشنتس بيبقوا بيتعاملوا كانهم experimental animals و it's unethical. وان طبعا طبعا هي فيها undue inducement بياخدوا مبالغ بياخدوا في يعني مبلغ وقدره يعني it's considered unethical. it's good to know ان مصر ما فيهاش phase 1 trials. okay have I answered your question؟ لا دفع الفلوس نفسه مش considered unethical بس دفعت فلوس لحد قد ايه؟ يعني في ناس بتيجي تعمل clinical trials لادويه هنا علشان مثلا في standard of care واحنا عاوزين نجرب دواء جديد والدواء الجديد ده احنا مش هنثبت ان هو احسن من standard of care. اوكي standard of care already موجود وليه الافيدنس بتاعه. طب ايه سبب ان انا جاي اعمل clinical trial هنا؟ هل الكلينيكال trial دي هتتعمل في امريكا؟ لا. ليه؟ لان الدواء standard of care متوفى. طب انا جاي اعملها هنا ليه؟ علشان احنا مش قادرين نوفر الدواء هنا بس انت ما تقدرش تعملها في بلدك. so it's considered unethical. طب قدامها بقى هعمل لكم I will build medical centers وهجيب لكم اجهزه اكس راي وهجيب وهجيب وهجيب. هنا دخلت في undue inducement. انت بتinduce them بزياده قوي عن ان هم ما يقدروش يقولوا لا. انا مفروض ان انا reimburse يعني بجيب البيرسون واقول له ايه هدفع لك فلوس مواصلاتك ممكن اعوضك ببساطة كده عن الوقت اللي انت ضيعته في انك جيت لي العيادة كم مرة في الشهر فهريمبرس يو مثلا. لكن ما توصلش مرحلة ان انا من كتر ما الفلوس كتيرة او ان هو غلبان جدا يبقى انا هوافق. I should still retain the power to say no. واضحت شوية؟ برضو ارجع اقول لكم الحاجات دي بتبقى very controversial. لما ان شاء الله نقعد نعمل مع بعض بروتوكول ريفيو هتشوفوا هنقعد نتخانق كتير جدا ما بنوصلش لحاجة. وفي trials اتعملت والناس لغاية دلوقتي they're arguing whether they were ethical or not. okay وفي trials بتترفض لأنها بعد ما اتعملت بتبقى retracted من publishing لأن it was unethical. so ethics is important. ومن كتر اللي بيحصل في العالم دلوقتي الناس بقت بتشدد جدا على موضوع الethics وال IRB approvals. okay any questions؟ I really hope you enjoyed it. Yeah. Oh, sure. Okay. أنا متفقة تماماً مع الأسكس يعني بس أنا عندي إحساس إن الناس لما بنقعد نكلمها ونقعد نفصل لها وتك تك تك هتجري يعني مش هكمل. أو في سكيلز أو تكنيكس اللي أنت تقدر تتعامل مع مواقف زي ديت يعني. كفيزيشن بتبقى في بس مثلا ممكن انت عايز تقنع المريض ب انفستيجيشن معين او تريتمنت معين هو ممكن ما يكونش قبله فانت وده في مصلحته بس هو ما يقبلوش. فهي الفكره اللي انت ازاي تتعاملي معاه. هو الحاجات دي ما تنفعش هي بتنفع كتير بس في احيان برضو ما تنفعش فيها بس السكيلز وكده ممكن تقنع السبجكت اللي هو يشارك. فعلا هو في سكيلز وانت بتعلمي الناس هاو تو ابروتش ا بيشنت. يو ستيل ار غانا فرايتن سم بيشنتس which is okay او participants خلونا نقول participants عادي بتحصل. المهم ان هو ما يدخلش استدي هو مش فاهم وانت مطمنه ان هو فاهم 100%. احنا بنحب نستسهل لان احنا عشان نقعد نفهم patient.
في حاجات فظيعه يعني ممكن تقولوا ان احنا هنعمل ستيم سيل ريسيرش مثلا. احنا ما بنعملش في مصر ستيم سيل ريسيرش يعني، بس لو هنعمل ستيم سيل بي ام تي مثلا، سوري، هل في قانون بيسمح بالستيم سيل ريسيرش؟ نو وي دونت، ما فيش قانون بيجرم وما فيش قانون بيسمح. This is new for me. دي حاجه very interesting الناس تعرفها، اقولها في المايك. في ستيم سيل تريتمنت شغال في احمد ماهر. ما يعني هو غالبا بتتاخد اني سبجكت، اي حد بيروح هناك بيخش على طول في الريسيرش. ممكن بقى الفورم هو كده كده بيمضي كونسنت قبل ما يخش التريتمنت. الكونسنت بتبقى احنا عندنا هنا ستيم سيل ريسكيو بي ام تي، ذاتس تريتمنت، ذاتس نوت ريسيرش. اي داوت، اي ويل لوك ات اب، بس اي داوت ان احنا عندنا في مصر ستيم سيل ريسيرش. اي ثينك ان في ريسيرش. خلاص طالما احمد قال انا واثقه. Research on stem cells. Okay. يعني إيه ما فيش cancer stem cell treatment؟ Bone marrow transplant. وبيقول لا يعني في ستيم سيل ثيرابي، ما اعرفش. هو الدكتور قال لنا هو انا كنت حضرت قبل كده سمبيزم كان بيتكلم على اساس ان الكيمو ثيرابي يعني نوت توتالي افكتيف، لازم تعالج الستيم سيل كانسر نفسها يعني زي كانك لازم ايوه اما الفيلد اللي انا بتكلم عليه لسه في ناس بيروح منهم السكوب ده ان الستيم سيل او البون مارو ترانسبلانتيشن ده من الستيم سيل ثيرابي. وده موجود هنا في مصر. موجود هنا وموجود في مصر. لا هو فكره الدكتور كان بيعالج الستيم سيل، يعرف اللي هي الستيم سيل نفسها ويحددها بالاميونو فلوريسنت وستيم سيل لاين، فقال لنا ده مش موجود لسه في مصر لحد دلوقتي. What else? Any more questions? Oh, I'm not going to break.